صباح الخير على احلى الناس متابعينا على قنواتنا على اليوتيوب، تدريب كلاب ومنور ديجز دمنور وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. النهارده يا جماعه كان في حلقه كنا صورناها من فتره طويله اللي هي كانت بتاعه الدواء البرشام اللي هو بتاع الديدان اللي قلنا هنستعمله للجراوي بدل الدواء البرشام اللي احنا كنا بنستعمله الاول اللي هو الكاتراكس. معلش طبعا عشان الجو متاخر فالواحد طبعا يعني لسه مرهق شويه من شغل اليوم كله. كنا الاول بنستعمل برشام الكاتراكس يا جماعه وقلنا هنستعمل حاجه جديده اسمها فلوفرمال. فلوفرمال ده عباره عن برشام ديدان بس لقيت ان هو ليه فايده اكتر من الكاتراكس كمان واحسن من الكاتراكس. الكاتراكس عرفت عنه ان هو بيشتغل على نوع ديدان معين، لكن الفلوفرمال بيشتغل على جميع انواع الديدان اللي عند الكلب الصغير، وفي نفس الوقت ممكن نستعمله زيه زي الكاتراكس بالظبط مع الجراوي. طبعا جيت يا جماعه في الحلقه اللي انا بتكلم عليها، طبعا الحلقه دي لو كل الناس اللي متابعانا هتعرف ايه هي الحلقه ديت وهترجع للقديم. الحلقه دي كنا جبنا جرو بيتبول وجبنا جرو واحد اللي هو الجرو الابيض، ادينا له حبايه فلوفرمال لو فاكرين يوم ما كانش عارف يبلعها وبعد كده بلعها عشان الحبايه كانت كبيره. تمام، طبعا ادينا الحبايه للجرو واحد وبعديها دخلنا في موضوع المزرعه ودخلنا في موضوع المباني والحاجات اللي زي كده، فاصبح ان احنا وقفنا التصوير فترة وقطعنا الكلام ده كله. وطبعا نسيت ان انا نعمل لكم حلقة برد الفعل او نتيجة اللي حصل مع الجرو ده. طبعا اللي احنا عملناه او مفهوم الحلقة اللي احنا صورناها ان احنا غيرنا نوع برشام، وقلت لكم قبل كده لو انا غيرت اي نوع برشام انا بشتغل بيه هعرفك على طول في حلقة وعرفك النظام ايه علشان انت تبدأ تغير او تمشي صح على الطريقة الجديدة اللي انا ماشيين بيها. تمام، تعالوا بقى نخش كده ونشوف الجراوي البيتبول. طبعا احنا معانا جراوين بيتبول، هنشوف الجرو اللي احنا ادينا له البرشام شكله ايه والجرو اللي ما خدش البرشام شكله ايه. طبعا بسبب ضغط الشغل عليا وبسبب الارهاق والكلام ده كله وتجهيز المزرعه والحاجات دي كله، فاصبح ان انا بقالي فتره اهملت الكلاب بتاعتي ف بسبب ان مفيش فضا وكلام من ده. لكن دلوقتي الحمد لله بدات ان انا نسترجع ذاكرتي تاني، نسترجع الكلاب بتاعتي تاني، نشوف ايه اللي محتاج علاج، نشوف ايه اللي محتاج ادويه علشان نقدر نكمل معاه. تعالوا بقى نشوف الجراوي وهنشوف فرق البرشام الديدان اللي في ناس ما بتعتنيش بالحاجات ديت وتقول لك كبر دماغك يا عم كده كده الكلب بياكل، وفي ناس تقول لك ما تشغلش بالك هو كده كده بيرضع وبياكل وهيبقى تمام التمام. لما احنا قلنا يا جماعه تعالوا ندوا برشام للديدان وندوا دواء ديكلب 12 للجراوي، ده هيديني حجم اكبر للجرو وهيديني صحه افضل. في ناس ما بتديش، وزي ما قلت لكم جبنا نوع جديد من البرشام اللي هو فلو فيرمال، طبعا ده برشام موجود في الصيدلات البشري. تمام، ادينا منه الجرو واحد وقلنا مش هنكمله مع بقيه الجراوي لما نشوف الجرو هيكون رد فعله ايه البرشام عليه. في الفتره دي قطعت البرشام وما اديتش لاي حاجه تاني وكمان اهملت الكلاب وسبتهم شويه. تعالوا نشوف الجرو اللي خد البرشام الفلوفرمال والجرو اخوه اللي ما خدش البرشام الفلوفرمال ده حجمه قد ايه وده حجمه قد ايه. بصوا يا جماعه طبعا هي الجرو نايمه دلوقتي. تمام، ادي الجرو اللي خد البرشامه الفلوفرمال اهو. تمام، طبعا شايفين الجرو عامل ازاي. ده الجرو الابيض اللي انتوا شفتوه في الفيديو وهو لسه صغير اللي خد البرشامه الفلوفرمال، طبعا دي برشامه للديدان. احنا على فكره ده الجرو الثاني اخوه اللي ما خدش البرشامه، طبعا كل اخواته ما خدوش البرشام اللي هو الفلوفرمال. تمام، طبعا باذن الله انا بكره الصبح هبدا اديله البرشامه. تمام، وهصورها فيديو كمان وهصور لكم حلقه واحنا بنديله البرشامه، بس زي اللي حصل المره اللي فاتت لما جينا نديله الحبايه الجرو ده فما قدرش يبلعها. تمام، علشان كانت كبيرة بس في الآخر بلعها يعني الحمد لله. فإحنا هنبدأ بعد كده إن إحنا نكسر الحباية على نصين ونديها للجرو. تمام، الفكرة من الحلقة دي يا جماعة إن البرشام بتاع الديدان ده مفيد جدا للجراوي، بينظف معدة الجرو، بيخلي الجرو يكبر بسرعة، بيخلي الجرو يبان عليه الأكل، يبدأ إن هو صحته تبان، يبدأ إن هو القوة بتاعته تبان وحاجات دي كلها. طبعا دي كانت الجراوي بتاعتنا النهارده. في عندنا جراوي جيرمان يا جماعه، الجراوي جيرمان دي متباعه. تمام، باذن الله صاحبها يجي يستلمها بالسلامه. تمام، والجراوي البيتبول تعتبر هي اللي لسه ما اتباعتش. تمام، طبعا دي كانت رساله بحب اوصلها لكل الناس، وانا اسف ان انا اتاخرت عليكم في الحلقه دي لان كان المفروض الحلقه ديت ميعادها من فتره فاتت، بس طبعا بسبب ضغط الشغل وانتم عارفين الظروف اللي انا كنت فيها. تمام، ده السبب اللي خلاني ما صورش الحلقه واتاخرت فيها.
تمام. باذن الله وبمشيئه ربنا بكره الصبح هنبدا ان انا ندي البرشامه الفلوفيرمال للجرو للجرو، وباذن الله تبدا صحته تتحرك زيه زي اخوه بالظبط. عرفتوا ايه الفرق بين ان في جرو خد حبايه ديدان وجرو ما خدش حبايه ديدان؟ عرفتوا ايه الفرق بين الكاتراكس وبين الفلوفيرمال؟ عرفتوا ايه الفرق بين ان انت تدي الكلب علاج وتسيب كلب؟ شوف ده شكله ايه وشوف ده شكله ايه. في الاخر تحياتي ليكم وتحياتي لكل الساده المشاهدين اللي منورنا على قناتنا، يا رب تكون الحلقه دي جت لكم في ميعادها، وانا اسف كمان مره ان انا اتاخرت عليكم بالحلقه ديت، والحلقه دي مش هيعرفها الا للناس اللي كانت متابعه معايا الحلقه اللي فاتت. تحياتي ليكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.